عمرو أديب بيسألك سؤال، أنت ليه عامل أزمة على الليمون بقى ب 100 جنيه؟ عمرو أديب كلامه حقيقي جدا، لو إن الليمون بس هو الأزمة. عمرو أديب كلامه صحيح جدا بأمانة، لو إن دي أول أزمة تقابل المصريين، أزمة ليمون، أنت عايز الليمون في إيه؟ لكن لو مشينا بمنطق عمرو أديب اللي هو بتاع بتعمل إيه بالليمون؟ خلونا نتابع بقى بقية الأزمات. نفس المعنى اتقال على البطاطس. السيسي لما طلع قال انتوا عايزين تبنوا بلدكم ولا عايزين بطاطس؟ نسمعوا كده. عايزين تبنوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟ ولا هندور على البطاطس يا دكتور محمد؟ طيب طيب، يعني يا عمرو أديب انت عندك حق، لو ان الأزمة بس أزمة ليمون فبلاها ليمون، لكن ده طلعت أزمة بطاطس وترفع نفس الشعار بلاها بطاطس. لا مش بس كده يا عمرو، ده اترفع نفس الشعار لما حصلت أزمة الطماطم. خلينا ناخد اهو حملة بلاها طماطم، تدشين حملة بلاها طماطم في سوهاج احتجاجا على غلاء أسعارها. إذن يا أخ عمرو الحقيقة أنت ضال مضل، لأنه لو أنت بتتكلم على الليمون بس يبقى بلاها ليمون، لأن الليمون بتعمل بيه إيه؟ طيب إذا كانت أزمة بطاطس هتسألني برضو نفس السؤال، هتعمل إيه بالبطاطس؟ هحرجك يا عمرو وأقول لك هعمل بيها إيه. لكن كمان طماطم، هتعمل إيه بالطماطم؟ لأ بلاش كده، ده طلع إنه كان نفس الشعار موجود أيام أزمة الرز، بلاها رز، نفس القصة بالظبط، حملة توقيعات لمقاطعة شراء الأرز في المنيا، نفس القصة بالظبط يا عمرو. ففضلت القصة معانا يعني بطاطس ليمون طماطم رز، وبعدين دلوقتي حتى أيام السكر برضو طلع نفس الشعار، حملة بلاها سكر وبلاها بامية. تعال نشوف كده بيحصل دايما تأكيدا على كلام حضرتك. لما فاكرين لما كان كيلو البامية ب 25 جنيه كانت الدنيا هيصة، وانه يا جماعة الحقوا ده كيلو البامية ب 25 جنيه، وقلنا طب ايه المشكلة ده لسه البامية طالعة، المشكلة لما تبقى ب 25 جنيه، طب ما تستنى لما نرخص، ما ترخص شوية ونشتريها. وفعلا رخصت وبعد كده انتهت الموضوع خالص، بقت موجودة مش لاقية اللي يشيلها، وكانت واصلة لغاية 5 جنيه مش لاقية انه حد يشيلها. طماطم حصل فيها نفس الحكاية برضو، الحقوا ده الطماطم بكذا. طيب تمام، احنا اللي نعاقب، احنا اللي بنشتري، احنا اللي نعاقب التاجر في انه انت مغليها قوي كده ومش عايز ترخصها، طب خليها عندك، واحنا مش هيجرالنا حاجه على فكره، زي ما كنا بنقول بلاها باميه لمده شهر، بلاها فاصوليا، بلاها سكر لمده اسبوع، او ما ناخدش ونخزن كتير، وخصوصا ان احنا مش في موسم رمضان وحلويات، وعارفه الشتاء داخل والحاجات الحلوه بتدفي. بس علشان نساعد بعض. الحقيقه النظام ده نظام بلاها، لانه طيب بلاها ليمون سهله جدا، دخل عمرو اديب المطبخ وقال لهم بتعملوا ايه بالليمون؟ قالوا له بنعمل ليموناته. لكن ما دخلش عمرو اديب المطبخ وقال لهم بتعملوا ايه بالبطاطس، ولا دخل سالهم قال لهم بتعملوا ايه بالطماطم، ولا دخل قال لهم بتعملوا ايه بالرز، ولا دخل قال لهم بتعملوا ايه باي حاجه، حتى السكر اللي هنعمل بيه الليموناته عمرو ما سالش انتوا بتعملوا ايه بالسكر. عيب يا عمرو الاسئله دي. لكن حتى كمان محمد منير نفسه ساب الغنى خالص وحاول يحل أزمة السكر بدل بلاها، فكان حله كده. اسمعني لو سمحت، اسمعني لو سمحت، النهارده مثلا العالم كله بيقول لك الحاجة أم الاختراع، ما فيش سكر النهارده، الحاجة أم الاختراع أعمل إيه؟ أحط شوط عسل. أنا الكلام ده مش إرضاء لحد، إرضاء لأن الشعوب لازم تستفاد من ميراث. مع السلامة يا كينج. بس على فكرة ممكن يكون عندهم حق، أنت ممكن تلاقي بديل ليمون خل زي ما قال عمرو، أو تلاقي بديل للسكر عسل زي ما قال منير، أو تلاقي بديل للبطاطس معرفش إيه هو البديل للبطاطس حقيقة، كاوتش مثلا، أو تلاقي بديل للطماطم برضو معرفش إيه هو البديل للطماطم، ممكن تضغ بمية. لكن الأصل بقى في الموضوع بلاها لحمة بصراحة، أصلك مش تلاقي الرز ولا لاقي الطماطم ولا لاقي البطاطس، فخليها بالمرة بلاها لحمة أهو، بلاها لحمة لما كانت في مشكلة أو لازالت بلاها لحمة تنطلق في المحافظات لمحاربة جشع الجزارين. طب بلاها لحمة هناكل إيه بقى؟ لو قلت لك بلاها لحمة هتسألني السؤال العبقري، أو لو قلت للمدام في البيت بلاها لحمة يا لميس
هتقول لك السؤال الطبيعي، طب هتاكل ايه؟ سمك. ده طلع ان السمك غالي وعملوا نفس العامله، بلاها سمك حمله مصريه تواجه الغلاء. ده في 9 ابريل 2019 يعني قريب قوي. طيب بلاها لحمه وبلاها سمك، طب احنا محتاجين بروتين، نروح فين ونيجي منين؟ فطلعوا بحمله يبقى بلاها فراخ. الفراخ ازمه، فطلعت حمله بلاها فراخ. حمله بلاها فراخ، مواطنون يمتنعون وتجار يرحبون، ربه منزل المقاطعه سترفع اسعار اللحوم والاسماك، وبائع الغلاء قلل الشراء، والفراخ بتموت. ومؤسسو الحمله 723710 متابع في 4 ايام. طيب بلاها ليمون يا عمرو، بلاها بطاطس يا عمرو، بلاها طماطم يا عمرو، بلاها رز يا عمرو، بلاها سكر يا عمرو، بلاها لحمه يا عمرو، بلاها سمك يا عمرو، بلاها فراخ يا عمرو، بلاها ايه كمان بقى؟ ده طلع انه بعد كله ده، ما انت بعد الغداء لازم تحلي، هتحلي بايه؟ بفاكهه. طب الفاكهه غلت، فطلعت الحمله دي بلاها فاكهه. يلا بقى، هي جت على الفاكهه الغلبانه، نشوف كده، خليها تحمض اهي. طلعت الحمله دي حمله شعبيه لمقاطعه الفواكه في مصر بعد ارتفاع اسعارها، ده كان حمله بلاها فاكهه. طيب اوكي تمام، مش مشكله، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، امال يحيا بايه؟ يحيا بالجواز. الانسان يا جماعه، حتى اسالوا الراجل اللي ورا الجيم ده، بيحيا لما يتجوز، يحيا يحيا في كل ناحيه. طبعا هو لو ما كلش مش عارف يتجوز اصلا، لكن ما علينا. حتى في دي طلع ان الخطوبه والجواز الذهب غلي، فعملوا حمله اسمها بلاها ذهب. بلاها ذهب دي الحمله اللي طلعت تدشين حمله بلاها ذهب الحقيقه، ومصاريف لمواجهه تكاليف الزواج بالبحيره. بلاها ذهب، طب بلاها عم بطوط بقى واولاد اخواته، فاكر اخواته بقى العيال البط الصغير ده الحلوين، بلاها ذهب ده عم ذهب في ميكي افضل حاجه. بلاها ذهب، وبالتالي الذهب بيجي في الجواز في حته معينه، في الخطوبه، في الشبكه. فطالما بلاها ذهب يبقى بلاها شبكه. اسمع، ايه اللي بيهم كل عروسه هتتجوز قريب ان شاء الله؟ موضوع الشبكه. الشبكه دلوقتي مبالغ فيها، فاحنا بنتكلم على يعني بلاها شبكه، هل توافقي على كده؟ هي بلاها 60 بلاها. بجد؟ والله والله يا مدام، والله اعتماد يا اختي. على فكره طالما بلاها ليمون يا عمرو، وطالما بلاها بطاطس ورز ومكرونه والحاجات دي، اوكي بلاها شبكه، بلاها ذهب، بلاها جواز، في بنات مش تتجوز. فطلعت حمله اسمها خليها تعنس. هي حمله سخيفه لكن طلعت اهي، خليها تعنس لمقاطعه الزواج بمصر بسبب ارتفاع تكاليف الزواج. يعني يا جماعه ما فيش حته نعيش فيها خالص، يعني لا اكل ولا شرب ولا جواز، هيتبقى لنا ايه في الحياه نعمله؟ ممكن على فكره تاخد بعضك كده وتنزل تتمشى في شوارع القاهره او اسكندريه او بورسعيد او المنيا، لكن حتى في دي عملوا حمله اسمها الملاكي تركب مواصلات. اهو اسمع كده، شوف الحمله دي. لا نص، لا نص وان 99. تاريخها كام؟ طالب فيها ان شاء الله 60. تويوتا. تويوتا ايه اللي تويوتا كورولا 2008. وحضرتك تاريخها كام؟ طالب فيها 170. عربية فيرنا موديل 2007. تاريخها فيها كام؟ طالب فيها 85. هونداي سوناتا خليجي موديل كام؟ 2001 كامل اوتوماتيك. تاريخها فيها كام؟ 65 ان شاء الله. 60 مش كتير 60؟ لا والله حالة السوق ماشي زي السوق بالظبط. بس كل الناس بتقول لك الاسعار كده غاليه قوي يعني. ما هو كله رفع مره واحده طبعا، انت عارف الدولار هو اللي رفع الدنيا دي كلها، تحريف سعر الصرف هو اللي ادى السوق السيارات يبقى عامل كده، الارتفاع بالشكل دوت. طلعت حمله اسمها خليها تصدي، زي خليها تعنس. الحمله دي عشان يقطعوا شراء السيارات في مصر، فبقت خليها تصدي.